انا اقول لك من وين. لما اقوم الصبح يبدا الوجع معي من هون ويظل طالع فوق 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 لما يصل لهون لكتافي. وانت بتشتغل كثير عشان هيك تتعب حالك. مش كثير، حتى غلب الشغل شوفت عينك بجيب له عمال. بالمناسبة الشباب اللي بيشتغلوا عندك شباب طيبين وبيستاهلوا كل خير. انت بتعرف انهم طلاب بالجامعة؟ بس بيحكوا وبتفلسفوا، لكن انا بتحملهم. بيني وبينك انا تعودت عليهم وتعودت على سوالفهم. صار لهم 4 أشهر بيبنوا بالسلاسل وهم اولى من غيرهم. انا مش فاهم. شو الدكتور نام عندنا امبارح وطلع اليوم يشتغل معنا، مش ملاحظ انه تصرفاته غريبة؟ والمعنى احنا شو بدنا فيه وفي مشاكله؟ ايوة انا عارف، بس بتلحقنا مسؤولية انه هربان من الشرطة واحنا ضابينه. ايه هو بده يقعد معنا على طول؟ والله ما انا عارف، يعني مش مرتاح. مرات كثيرة لما اصحى من النوم بحس رجلي انها كلها خدرانة. طب ما رجع الدكتور؟ كتب لي دواء وما زبط معي، لما باخذ منه بنعس وبكسل. قمت ومن ثاني يوم رميته. قل لي انت وين فات عيادتك؟ نعم، العياده اللي بتداوي فيها الناس وين؟ بعمان؟ انا ما عندي عياده. لعاد وين بتداوي الناس؟ بالمستشفى؟ ولا بالمستشفى، انا دكتور بالجامعه، بدرس بالجامعه. اول مره بحياتي بسمع انه في دكتور ما بيعالج المرض. تفضل خلينا نروح له.